اكو شيء يبغى يذوق منها انتوما؟ شي حاجه دي رائعه. ما شهيتكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم من متحف الشوكولاتة. خليكم معايا وتبعوا لي تبان لكم شي حويجات زوينه بزاف. خليكم مع الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. شو هذا المنظر؟ هذا ديال التريا دايرينها باسم الله في الدخله ديال هذا المتحف. هذا شكل رائع. حنا دابا تنصوروها من التحت نشوف كيفاش تتبان. صراحه انا ما كنتش راه ليها البال حتى جينا نخلصوا باش ندخلوا قالوا لنا انتم بغيتوا تصوروا صوروا هذه اول شيء. فهذه رائعه. شوف الشكل ديالها. بسم الله. في شكل فاحنا دابا دخلنا المتحف اول حاجه تيبداو بها فهي هذا البرج ديال ايفل اللي موجود في باريس. فهاد الشيء كما تتشوفوه كله مصنوع او معمول من الشوكولاته. ها انتما ان شاء الله غادي نفصل لكم مزيان في هذا الفيديو غادي تشوفوه بالتدقيق. هنايا هذا شلال ديال الشوكولاته فكله ان شاء الله غادي نشوفوه. دابا سنوريكم معي لقطات ومن بعد عاد فيما نوصل شي بلاصه ان شاء الله انوريها لكم مزيان. فهادو كما تشوفوا هادو لوحات كلهم معمولين من الشوكولاته. نقرب لكم شجره الكاكاو هذه معموله كلها من الشوكولاته مخلط طبعا الشوكولاته الابيض والشوكولاته الاسود. وهذا الشيء اللي تتشوفوا كله من الشوكولاته. هادو لوحات فشي صراحة ممتع. نتمنى أنكم إلا جيتوا لهنا تزوروه لأنه صراحة شي حويجات اللي خاص الإنسان يشوفهم. اللي تتشوفوا دابا هادو شخصيات كذلك معمولة من الشوكولاتة والحيط اللي وراهم حتى هو من الشوكولاتة. يعني كلهم هادو بالشوكولات. يعني هادو شخصيات ديال تجار تركيين مثلا. هذا شرف الله وقدركم اللي تيعمل هادشي ديال الاحذيه اللي تيمسح الاحذيه. عندكم هذا ديال الحلويات. يعني هادو شخصيات او وظائف تركيه. فهذا تبيع الشاي. هذا اكيد تكونوا عرفتوا شنو هو. هذا هو السيميت. هذا الشخص اللي تبيع السيميت. فهادشي موجود في تركيا بكثرة. فهما دايرين ليه مجسدين شخصيات مصوبينهم من الشوكولات. فشي صراحة ممتاز. هذا تبيع واحد الشوربة صراحة نسيت على الاسم ديالها. تيكون بزاف الأحياء يعني السياحية في الشوارع السياحية تيكون زوين. صراحة مبقيتش عقلت حيت معمرني ما شربته. مي كاين موجود. الى جيتوا ان شاء الله لاسطنبول او لتركيا غادي تلقاو هذا الشخص هذا اللي تبيع هذا الشيء. وهذا طبعا انتم راه عارفينوه هو قسطان. هذا يعني قسطان شيء معروف وموجود في تركيا. وهذا كذلك تبيع الخضار وتبيع فهادو كما قلت لكم شخصيات كلها معمولة من الشوكولاتة.
هذه شجرة الحياة، سيسميوها شجرة الحياة. هذه شجرة البلوط، وهذه تيقولوا له طائر زمرد العنقاء. راح أول مرة تنسمع الاسم. التاريخية المعروفة بإسطنبول، فإن شاء الله غادي نعملو فيها جولة وغادي نشوفو كل حاجة على حدة. خليكم معايا حتى الآخر. هذه معلمة غالاتا سراي، إن شاء الله غادي نديرو عليها فيديو خاص. هذه معلمة، هاو برج غالاتا. هذه تعتبر من الرموز المهمة جدا في إسطنبول. هذا الجسر اللي تربط ما بين الطرفين، الطرف الآسيوي والطرف الأوروبي. فهذا الشيء اللي تتشوفوه، كل أي حاجة شفتوها فهي معمولة من الشوكولاتة. هذا برج البنت، موجود في الطرف الآسيوي، فهو إن شاء الله غادي نديرو عليه فيديو خاص. فهو برج البنت. موجود في وسط البحر، فإن شاء الله كل شيء هادشي غادي نشوفوه عن قرب. هذا من أكبر الجوامع الموجودة في الطرف الأوروبي بإسطنبول، جامع أورتاكوي. هذا جامع السليمانية. فهذه الجوامع أو هذه المعالم اللي تنوريكم دابا، فهما مخصصين لهم كما قلت لكم غرفة خاصة بهم، لأنهما تعتبروا من أهم الرموز وأهم أهم الأشياء اللي كاينة في البلد. فهذا هنايا واحد صهريج. فهذه أشياء صراحة زوينة بزاف. هذا ميدان الخيل اللي كان سابقا، ودابا هو اللي المكان ديالو أصبح ميدان السلطان أحمد. هذا طبعا توا من معالم الكبيرة في إسطنبول، هو محطة التراموي اللي موجودة في تقسيم ولا زالت موجودة لحد الآن. وهذا اللي تتشوفوا محطة القطار حيدر باشا. هذا دولما باهتشي، الباب ديال القصر ديال دولما باهتشي اللي موجود في ال... فهذا السلطان عبد المجيد، والسلطان العثماني 31 الحادي والثلاثين. هذا هو التمثال ديالو. كما تتشوفوا راه ممنوع اللمس طبعا. السلطان عبد المجيد. دو مجموعة ديال الحيوانات كما تتشوفوا، هادشي كامل كله شوكولاتة. صراحة شيء
لا يستوعبه العقل. رائع. حل حديقة الحيوانات كلها، يعني الحيوانات كلهم تقريبا، الفيل، الغزالة، دب، نمر، كونغورو، ايش. هذو كذلك من الشخصيات المرموقة، أو فهذا مثلا هذا جندي من الجنود اللي كان أدى واحد الوظيفة ديالو بشكل رائع جدا، فتكريما له داروا لي هذا التمثال. هذه كارة فاطمة، هذو من الناس أو السيدات المجاهدات. السفينة، وطبعا تمثال كبير، شوف الشكل ديالو والحجم ديالو، هذا ديال أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك. وهنايا غرفة خاصة بالشخصيات العالمية، ماشي فقط التركية. اللي عرفت منهم أنايا موناليزا اللي معروفة، وطبعا فان جوغ الرسام الهولندي المعروف. هذا شخصية تركية معروفة عندهم يعني في تركيا، هذا تيقول له مربي السلحفاة عثمان حمدي بيك. صراحة ما عرفتش أكثر من هذا الشيء، أول مرة تنعرف هذه المعلومات، فمزيان تشاركوها معايا أو نشاركها معكم. هذا بابلو بيكاسو، أكيد الكل تعرفه. وهذا طبعا الغني عن التعريف أينشتاين. هاد الغرفة هذه اللي دخلنا فيها أو اللي دخلنا لها، موجود فيها آثار من كل الحضارات، من كل حضارات العالم، إلا ما قلتش أغلب دول العالم. هذا تمثال الحرية، فما كما قلت لكم يعني كل الحضارات ديال العالم كامل، ديال اليابان، ديال الصين، ديال مصر. وهذا طبعا الكل تعرفوا، واحد من أهم المعالم الدينية في العالم هو المسجد الأقصى. هذه الغرفة خاصة بهذا الدراويش، تسميوهم دراويش، فصراحة أجواء تتكون إن شاء الله تهما بحول الله، لنديروا عليهم واحد الفيديو خاص ونوريكم الطقوس
كيفاش تتكون عندهم. حقيقة يعني مولانا جلال الدين الرومي الجلسة ديالو تربيعة يعني صراحة صراحة متقون هاد الشيء، متقون بواحد الدرجة رفيعة صراحة. أنا تنقدر هاد الأعمال هادو لأنهم فعلا كاين إتقان كبير ما شاء الله. هذا الجناح هذا الذي ندخلوا ليه خاص بالأطفال، يا تا الأطفال مزيان يشوفوا هاد الفيديو غادي يعجبهم الحال بزاف. فهادو شخصيات كرتونية صراحة، هما اللي يكونوا عارفين هاد الشيء. اللي عنده شي وليدات يعطيهم هاد الفيديو يتفرجوا فيه صراحة، شيء يعني مبهر. شوف هادو دي شيف كويزينيات يصاوبوا حلويات. فهادو ماشي شوكولاتة ولكن مصنوعين من السكر، يعني كلهم مصنوعين من حلوة صراحة. شيء زوين بزاف وما نكره لكمش تجيو تشوفوه. فهذا على ما أظن مايكل جاكسون دخلينه في الجناح ديال الأطفال. هذا سبايدر مان الكل تعرفوه، وهذا سنافر. هذا باتمان. تقريبا اغلب الشخصيات الكرتونية. وهذا شريك المعروف، هذه شخصية كرتونية معروفة هي بلانش نيج والسبعة ديال الأقزام لستنا. وهذا الشريرة هذه تمثال لمدينة كابادوكيا، العشاق كابادوكيا المعروفة بهذا لي مونغوفيير. وهنايا عدد كبير من الشخصيات في تاريخ الدولة الإسلامية. كما تيبان لكم هذا سلطان محمد الفاتح، اهم قادة الجيوش الإسلامية. فهذا الشيء كما تشوفوا كله، تنعاود نذكر بأنه كله معمول من الشوكولاتة. هذا دخول السلطان محمد الفاتح إلى إسطنبول، وكان معاه طبعا هذه الجيوش. فهذه السلطانة هيام اللي الكل تعرفها فقط في المسلسل او الفيلم المعروف ديال حريم السلطان. هذا هو الصورة ديالها الحقيقية نوعا ما. فهذو اهم الشخصيات الاسلامية، هذا صلاح الدين الايوبي وكثير من الشخصيات. المهندس سنان هو اللي ساهم في البناء ديال مجموعة ديال المساجد هنا بتركيا المعروفة.
هذا مسمينه مصر تشارلز، يعني السوق المصري. فهذا تتباع فيه هدايا او صراحه اثمنه مرتفعه بزاف. مثلا هذا طاقم بألف ليره، يعني ما يعادل واحد 1500 درهم. ايوا تخيلوا الشيء الاخر. وهنا بعض الحلويات، الشوكولا جميع انواعه. وهذا المدخل هذا فيه كذلك هذا الشيء ديال الهدايا، واللي بغى يتبرع على راسه بشي حويجه من هنايا ما كاين مشكل. هذا المكان هذا اللي بغى يشرب شي قهوه او لكويز ديال اتاي في وسط من المتحف. صراحه احنا جينا شي شويه متاخرين، فما بقاش عندنا الوقت باش نجلسوا. تعجبوني انا نجلس في هاد الطبيلات بحال هكا، هادشي تقليدي. هذا دايرينو شكل سينما، تيبينو فيه التاريخ ديال المقاعد. اللي بغى يسمع السيرة أو لا التأسيس الدولة العثمانية والمراحل اللي دازت منها. الى هنا ينتهي الفيديو ديالنا. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا اليوم بالزياره ديال هذا المتحف، ويكون صراحه الفيديو نال الاعجاب ديالكم. والى فيديو قابل بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.